بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة. الأمس واليوم والغد المنشود. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة الخميس من ملك كتابة والتي تصل إلى الرقم 528، وكلام كتير مهم جدا في حلقة الليلة بإذن الله. يعني كلها ساعات الأهلي والزمالك هيخوضوا الاختبارات الحاسمة في مسيرة دوري الأبطال، عشان كده حلقة مهمة فيها هذه العناوين: الأهلي وصن داونز والرجاء الصالح، وتتوالى الشهادات في حق القيمة، كلام ابن عم حديد وأصبح حقيقة، الحلال والحرام وما بينهما. مفاجأة، الأهلي ليس بطلا للدوري. شفتوا ازاي الأهلي بيكسب بالحكام؟ وأخيرا العندليب في قلب الأهلي، في قلب زين النوادي.